انا ما كنت مركزة ما كنت مركزة انا ما قلت انت عيقتي ما قديتش ما هذا ما قدرت ساعة اختي توترتي اعصاب اعصابنا ما قدرت انا وانا كنتي حاسة بيا انا يا انت بريحك والله ما بقول اقسم بالرب المعبود الى قصد اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله سلطان انا مريض يا نوع من التفريغ يلا اوكي ايه اسمها اقسم بالله ليش اقسم بالله ما قلت تشجعني على الحظ صح 60% بارك الله بارك الله يحميني الله يحفظني الله يحميني يا الله ثم انهيت ما كان حصل وقت تدعيني مع هالراس قاعد ياخذ كلام يقول تعالي غني تعالي غني امس بالليل ما نومت الساعه 4 الفجر مشكورين 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 خلينا نرفع رفع هيدا مطيح حدمته ول عليك بس الجزاء على الله الجزاء على الله ول من يوم ما حد دخل سرك من الحين ما حد وصل 66 لا كل الناس صوت عن جد ما حدا وصل 66 لا تستهلي نعم لا لا وصلوا لا اكيد وصلوا يبغى انا لما طلعت من ايه قبل سنه ها 99.1 تدري مين ما صوت بس ابوي كان بيقفل جواله لا بس قوي التصوير والله لا تأذي ما هو مريض لا ترى ضمنت انا ان التصوير اقسم بالله اقسم بالله ضمنت ان انت بتطلعي من التصوير اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله شعور لما تكون تردد بغي ندير فيك التصوير والله انت بس جربي قومي وين ربي؟ قلت لي متعرف مع بحال 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 ذاك الشيء يا قلبي انا بتسوي بدون ما تقولي نعم طب يا انت اوتو رنيا باكستيت انت طالعت انت وياها باكستيت امسكيت صراحة أول ما نزلت من الستيج بس ولا الباقي كان ملتهي وكنت مفوت أنا ايش تبين انتي؟ لا عجز ولا عجز حكى غير تمره ارجع فيني وصاك ارجع لا ما يجي ارجع ضربتها بالموت عشان تحرمت تجي علي تبي وصاك حبوبي في خط اقول لهم بسرعه روح والله بوصل بسرعه بوصل عند الشباب بوصل عشان اطلع الهواء واقول حق الناس ما في شيء اهلي يا اخي خفت على اهلي انا والله لا تخاف اهلك بس الحمد لله طمنتوا على سلطان ما بي شيء هسه هو يمنا هسه جالس يطالع فيكم معاكم سلطان الحوي روح سلطان الحوي سلطان باخذ على تلفاز ولا سلطان ما ظنيت صح لا 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 طاهره لا صح طمنت انت شوية يعني انت كمريض وهذا يعني زين منك هيك قدم التابلو كذابه مساعد بالكلام قيل والله العظيم والله العظيم انا اصلا سلطان لما برقص هيك صح والله صح رقصت عدل ايه ان شاء الله ست الصبح والله ان شاء الله ست الصبح اقول لك انا قام الضحك قدامي طالع انا ست الصبح كنت صاحي صح ايه بس اخر شيء وانا هنا بديت افقد بعدين المفروض يحطني بريك المفروض بسرعه اوخر انا بوقت البريك مسوي كذا وحلجي في دم فمسوي حبيبي بس سكر على طول لا لا اول ما نزلت مسوي كذا زبطت اوكي فكنت ادور على مدري يا بنت الحلال خلاص يا انت فتحت خريطه فقعدت تقبلوني البث اعطوني المنديل قمت ما رضيت اني اسوي فيلم قدامكم فرحت داخل الغرفه وطبعا كالعادة شلون؟ انا اكثر واحد تصور في الاكاديمي انا شلون يعني؟ كنت دي انا كنت اول يوم ما رحت المستشفى كنت اقول لا ممكن تبالغ هي موضوع الكاميرا انا كنقول هذه ايفال غادي اغنيه من عندهم ها؟ اختنق يمكن ابالغ شنو؟ بس موضوع الكاميرا انا طول الوقت معاك اتوقع عن الام ليه؟ اختنقت اتوقع عن الام تخيلي يوم ما اغنيه عن الام اكتشفوا السر ان سني ينزل هو اللي ينزل امي يا نانا 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 اكتشف الان الغلط المفجع الملايين الجماهير هذا هو الغلط ايش قلت لك انا ما رحت المستشفى معها
شفتي وانا طالع تدري انت اني من بس انضغطت ترى ضغط جامد المستشفى. اني بكيت على الستيج. واحد قال لي مع الصفاره اللي حاطينها بيدك. قال لي فنان حاطينك صفاره بيدك يقصدون حق المغذي. قلت لا يا حجي. قال لنا تابعك وعيالنا تابعك ارجع عشان يشوفونك عيالك. من الخليج ولا من وين؟ لا واحد سوري يعطيه العافيه ما قصر. ودخلت داخل الغرفة ويضغط سيدي مدام رولا ويقعد يضغط هو مدام رولا ضغطون اثنين وبعدين راح. يا الله زعلان بس ترى خوف يعني انا عرفت نسيت بس ما ادري ايش هو. فقعد ادور كذا اقول يمكن بطن لا يمكن كليتي لا يمكن هنا لا بعدين اخر شيء وسوست يوم ما قمت الهلوس قاعد اقول اكيد عندي شريان قلبي قاعد يسرب شوي شوي بموت. لا وكل يوم بالليل اخاف قبل ما انام مسكين يمكن بصحى ما راح انام. بسم الله عليك حبيبي وتخيل سوى الروبرتاج عني. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. انت ما شفتنا وياه اليوم قاعد نردح فوق ودحنا ردح اليهود يا رجال. صرنا افلام انا وياها والله. انت وياه؟ يا كلب انا تديني شغالين ردح ردح. بس الله يهديهم يعني حطتوني يعني من توب 5 و 2 يعني غير الصور اللي انا ارقص فيها على الحيط يعني مو صورة واحد يعني اسوي كذا والله بدنا يوم ترى قال سلطان بعدين استوعبت ان انا حلوه ذي اللي بعدين قاعد اتذكر ان في صوره صغيره تطلع في الشاشه قلت خليني اضحك دائما عشان ما يبين اني انا تعبان انا وقفت قال محمد رمضان اسد كيف شوفي قال محمد رمضان فانا مش عارف كيف اعبر وتعبان ومدروس اقول محمد فقلت له اذا قلت ابو ماجد انت وحش انت وحش ابو ماجد قاعد طالع يمين يسار وترى خش المنديل ورا شفتين المنديل حطه وراي جل انت وقمت وتركت من الحال يوم لا انا طالع كذا لا لازم انغبك انغبك لا بس تانا لا 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 تانا لا 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 تانا لا لا تانا لا 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 هذه صح طاحت الصندوق لا هي لا 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 وتطير رجلي فوق لا 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 امسك رجلي لا 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 ومع ويدي الثانيه صمولة لا 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 وبالغلط لا 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 شميت ريحة الدلاخ لا 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 بغيت اموت لا 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 وكلت الصمولة لا 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 بس لقيتها ناشفه لا 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 قمت غطيت حلت الجندي اللي جنبي اللي كان يكافح تعرف تراعيها ضغط ضحك كذاب صارت رجلي فوق ومسكتها باخش يطلع كل اشلاخ يقول قلت كنت احلم بالحلم انت طبعا مو فاهم علي بس كمل ولا كلمه ولا اشرب من السكر بس حق منو؟ هيثم خليها على هيثم احسن هيثم مش هيثم مش هيثم عباد بسكي هيثم على فكره بكره يا سحر ويا حلتها سمع يا الحج هيثم رحمه رحمه